شوف صراحة بلال أني موضوع التمثيل يعني أني كلش أحب الكوميديا صح، بس أنا دائما ما أحس أكو فرق كبير بين التراجيديا والكوميديا بجد يعني من ناحية الأداء. بالأخير أني أكو شخصية معينة، هاي الشخصية إيش تتطلب؟ تتطلب سلوك معين يضحكك ممكن، وتتطلب سلوك معين ما يضحكك. أنا أتعامل وياها بهاي الطريقة، ما أتعامل إنه مثلاً أحشش أو مثلاً أسوي لازمة أو أسوي شيء، لا. السلوك الشخصية هو ممكن يضحكك وممكن يخليك تبكي أو ممكن يخليك سلوك حسب حسبها هي. فأنا يعني أتعامل ويا الشخصية أتعامل وياها بهاي الطريقة، ما أتعامل إنه أنا مثلاً أشتغل بس المتلقي هم إله نظرة بالشخص. يعني أنا من أشوف يعني مثلاً أشوف محمد حسين عبد الرحيم، أشوف عادل إمام، أشوف ما راح يعني انتظر من عنده بكي، ممكن مو صحيح ولا انتظر منه ضحكة صح. بس مثلا عادل امام هو يسوى افلام صح سياسية كبيرة يعني طبعاً. ارهاب والكباب، نوم في العسل، يعني دائما شوف واكو. بس انا دائما احب يعني اوضح شيء، دائما الناس تحس الكوميديا اسهل وتحسها مو من ناحية الاداء. الكوميديا مؤثرة، انا بالنسبة لي الكوميديا مؤثرة اكثر من اي شيء بالدنيا صح. اكثر شيء يوصل، يعني الدليل انه الكل يعرف مستر بن، يعرف شارلي شابلن صح. الكل يعرفهم لان الكوميديا. نادرا ما تلقى لك ممثل امريكي كلش معروف بالعراق او ممثل اجنبي. الكوميديا صح. هي اسهل. بالمناسبه حتى اضيف لك من كانت اكو حمله ضد الاميه بالعراق سووا مسلسل تحت موسى الحلاق، تحت موسى مثلا كوميديا طبعاً يعني اثرت بالناس من كلاسيكيات العراق يعني وعت الناس على الاميه ومحو الاميه وهاي التفاصيل شوفت مو ضحكت بس بالاخير معلومه لازم توصل للجمهور.